سلامات شباب، واليوم رجعنا فيديو جديد من لعبة ماستر دول. في مقطع اليوم راح ألعب بواحدة من أقوى التشكيلات حاليا في لعبة ماستر دول، بس ما راح أقرأ ولا بطاقة. يعني هذه التشكيلة ما راح أدرسها، ما راح أعرف الكومبوز، وبس راح أدخل جيم فيها وأشوف هل أقوى تشكيلة بتخليني لاعب قوي. طبعا هذا حساب وتشكيلة صاحبي، شوفوا تراي هارد. إذا بدكم تشوفوا التشكيلة بفرجيكم إياها في آخر المقطع. هسا خلونا نبلش. طبعا قاعدين نلعب في جولد، فهذول الناس عن جد بيعرفوا كيف يلعبوا. بستعمل الور اوف داركنس عشان اسحب بطاقتين، وبسوي لهاي بانش لانه شكلها نفسها يصير لها بانش، صح؟ يا في لها افكت. بقدر اجيب بطاقه لايدي، في عندي هذه في ايدي، فاتوقع بجيب واحد ثاني. بجيب هذا، ليش لا؟ مره العب ضد السبيه الناس بيستعملوا هالبطاقه كثير، اللي هي جستر، يفترض انها تكون قويه، صح؟ اتوقع هاي بتجيب الفيوجن، براندد فيوجن. ياب ياب، وبعدها بتستعملها. والناس في العادة بيجيبوا هذا الوحش لبليون. بس شو استعمل عشانه؟ استعمل هذا. اتوقع بستعمل هذا لانه بده يكون في المقبرة مع هذا، واستدعي. هسا هذا في عنده ايفكت نايس، بقدر اتخلص من بطاقة، بتخلص من هذا، لانه ما نروح على المقبرة برضو في عنده ايفكت. لا تستعمل شاي. بقدر اجيب هذا، هذا يفترض يكون قوي كثير. لا، بضحي بهذا مع هذا. ياب بهالبساطة. وفي لهذا ايفكت في المقبرة. اوكي، ايش كل هذا؟ ويا اتوقع هيك الوضع منيح. اوكي، سوى نيجيت لوحشي، اكلنا هوا. بلعب سبرايت، يا الله. اوكي، جاب هذا الوحش، الاشي بخوف شوي. اوكي، هذه مشكلة، كان لازم احط هاي كفخ، صح؟ اوكي، اكلنا هوا، راح يدمجني بنسبة منيحة، ووحشي راح يروح. بس بقدر ادمر كل وحوشه، ولا النيجيت لسه عليها؟ وات؟ اوكي، بنستعمل البوت عشان نسحب كم من بطاقة. اتوقع هاي منيحة، براندد ان ريد، اظن هاي منيحة كثير، صح؟ بقدر بعدها استعمل هذه واجيب بطاقة فيوجن. بقدر اجيب بكل بساطة براندد فيوجن؟ فيوجن عادية. ها؟ اوكي تمام، بجيب برضو هاي لايدي. بستعمل البولمرايزيشن وبجيب اي واحد. ايزي وينز، استسلم. هو بفكرني عارف شو قاعد بسوي. لحظة، اجاني نفس الكومبو، بضحي بهاي عشان اجيب الوحش اللي بدي اياه. نايس. اوكي، وبشيل هذه، وهسا بقدر اجيب الوحش اللي بدي اياه اللي هو جستر. بستدعي جستر، بستعمل افكته براندد فيوجن. نايس، منجيب هذا اول اشي، بني اضحي ب هذا مع هذه. ويت، شو سويت انا؟ بجوز غلطت، ما بعرف. شغل افكته واستعمل افكت هذا. يس يس، وبقدر اني استدعي هذا. فيري نايس، بدنا نضحي بهذا من المقبرة مع هذا واستدعيه. بقدر اسوي سبيشل سامل لهذا لانه في عندي هالوحش على الملعب، فبسويها، ليش لا؟ وبقدر اجيب سبيل براندد بس عشان استدعيتها. هاي تشكيلة غبية شوي. بجيب هاي براندد اوبننج، قرأت اول جزء منها، اظن انها منيحة. برجع هاي، بديش اياها، براندد الريد ما بحتاجها. بستعمل هاي، لازم اضحي بطاقة. شت، بضحي بهذه. قاعد بخبص شوي، بكذبش عليكم. بجيب هذا لاني اظن انه بقدر استعمله عشان استدعي وحش قوي. لاني بستعمل هاي، بجيب واحدة بولمرايزيشن، وبجيب هذا لايدي، وبستعمل هاي عشان اجيب وحش فيوجن قوي. بقدر اجيب جارديان، بس بدي اياه ولا بدي اشي ثاني؟ بجيب هذا الوحش، ليش؟ لانه هذا الوحش كل ما عدوي يستعمل افكت بنقص. هذا مع هذا، بقدر احتفظ بهذا؟ اوكي نايس. مش عارف ايش قاعد بسوي.
ويا اظن هيك الوضع منيح. لحظة بلعب بلو ايز. لحظة بده يحاول يدمر وحشي، ما بقدر اخليه يدمره، فلازم اني اتخلص من هذا. بس لازم ارسل وحش على المقبرة. برسل هذا وبشيل هذا على البانشت. اوكي نايس. بده يهجم على هذا الوحش. دمر هذا. لا لحظة، هذا في عنده افكت في المقبرة. ما كنت بعرف. بقدر استدعي وحش عشان ارسلته على المقبرة. انا بس اخترت اي وحش. استدعي هذا وبرضه في عنده افكت. بودي هذا على المقبرة، وهذا في المقبرة في عنده افكت، وبقدر اسوي سبيشل سامن لهذا بكل بساطة باني اضحي بوحش عنده. ايش هذا؟ وهذا في عنده افكت، بجيب هذه فبقدر اجيب كمان سامن فيوجن سامن الدور الجاي. ايش قاعد بصير؟ انا مش منيح في اللعبة. هاي التشكيلة قوية. رح يدمر واحد من هدول الاثنين، رح يدمر هذا. اوكي بس بقدر اني بكل بساطة سوي له بانش. برسل هذا على المقبرة، ليش لا، وبسوي بانش لهذا بهالبساطة. نسيت انا هذا الموضوع كليا. جي جي. تعرفوا بجوز لازم العب تشكيلات الميتا لانه بتفوز بكل سهولة. ليش بعذب حالي؟ اوه براندد اجت في ايدنا، نايس. وفي معي ماكس سي. اوكي وحش عادي. وات؟ هذا هو؟ برضو فيوجن دستني. اول شي بنستعمل براندد، بعدها فيوجن دستني، لاني اظن انه فيوجن دستني ما بتشتغل. او لا لحظة، واحدة منهم بكل بساطة بتلغي الثانية، فلازم استعمل براندد اول عشان اجيب الوحش الثلجي. اضحي بهذا مع هذا، او ارجع المجموعة مش اضحي فيه، وبستدعي هذا. ويفترض ان فيوجن دستني تظلها شغالة، عشان هيك حطيت براندد اول مش فيوجن اول. نايس شغالة. هالاشي غبي. قبل ما استعملها بس بدي احاول اسوي سبيشل سامن لاكبر عدد وحوش. بقدر اسوي سبيشل سامن لهذا الوحش، وبقدر اضحي ببطاقة من ايدي، بضحي بماكسي. اوه لازم ارسل واحدة على المقبرة. ارسل هاي على المقبرة لانه شكله في عندها افكت في المقبرة. هذه كانت حركة غبية بس مش مشكلة، بقدر استعمل افكت هذه. بستعمل هاي عشان اجيب واحدة بولمرايزيشن مع وحش ثاني، عشان اني اقدر اسوي كمان فيوجن قبل ما استعمل فيوجن دستني. يس باني اضحي بهذول الاثنين من ايدي. نايس. اذا استعملت هاي لفيوجن بقدر استدعيها بهالبساطة. هذا كله غير فيوجن دستني عشان اجيب فينيكس انفورسر. وهسا اظن اني بكل بساطة بهجم، اظن بفوز اللعبة. لا حسب الفخ اللي بايده، فخه ما بيشتغل. بده يحاول يرجع كل وحوشي لايدي. شت. لحظة 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 لحظة، بدي احاول اتخلص من هاي البطاقة على السريع. اذا تخلصت منها افكتها بيشتغل. ليش ما استعملتش فينيكس من اول؟ لو استعملته من اول كان ما صارش هيك. انا غبي، كان شلتها من اول وهجمت. اوكي استعمل هاي عشان ارجع براندد فيوجن على ايدي، واعيد كل الكومبو في الدور اللي بعده. استسلم. لسه في عندي براندد فيوجن. كيف قاعد بفوز؟ راح يدمر وحشي. لا وهذا ما بتدمر بالكارد افكتس، لازم الاقي طريقة اشيله. اوكي فعل هذه، رجع وحشنا. يب رجعه. لا تسويش سبيشال سامن. فعل افكته، سوي بانش. لا اول اشي شيل هذا وسوي بانش لهذا المحترم. جي جي.
الإشي سهل كثير يا. هذه أكيد واحدة من أقوى التشكيلات في اللعبة حاليا. راح أفرجيكم التشكيلة هسا، راح أمشي على كل بطاقة عشان اللي بده ينسخها يقدر ينسخها. صاحبي حكالي إنه هاي التشكيلة كلفته كثير، يعني إنها غالية، فيها كثير أسعار، فيها كثير يو آر، بس يعني إذا واحد منكم قدر يسويها زي ما تشايفين تقدر تفوز مباريات بكل سهولة. بس هيك صارت هذا المقطع، إن شاء الله عجبكم لا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وتعليق. إذا بتحب تدعمني ماديا تقدر تسوي انتماء على القناة أو تستعمل كود مايوفو على سوق نون إلكتروني عشان تحصل على خصم مرتب وتدعمني. ويا هذا بثبت إذا تشكيلتك قوية مش مهم مستواك في اللعبة. فيا بشوف المقطع الجاي، كان معكم مايوفو، السلام عليكم.